بسم الله الرحمن الرحيم. نتعرف اليوم أو نبدأ اليوم مع محاضرة جديدة من محاضرات الـ Operating System الخاصة بالنظام، ونعني بها نظام الأوبنتو الجانب العملي. طبعا نتعرف اليوم على Command Line جديدة. إحنا سابقا أخذناها في المحاضرة السنة فاتت، بس اليوم راح ناخذها ويا More Option. الكوماند لاند اللي راح ناخذها واللي قلنا هي نقصد بها بالوورد كاونت. طبعا الوورد كاونت هذا الكوماند نستخدمه لمعرفة خصائص التكست فايل اللي راح نخليه جنب ذلك الأمر. فإحنا في الأسلوب، يعني المحاضرة السابقة تعلمنا بعض الأوبشن وقلنا إنه، أو طبقنا أيضا إنه نكتب الوورد كاونت، بعدين نكتب الأوبشن، وبعدين نكتب اسم التكست فايل. طبعا لو اتفق الوورد كاونت واكتب اسم الفايل، راح تظهر عندي اربع كولومز. الاول نمبر، يعني اللي يخص النمبر اوف اللاين، ايضا راح اطبقها ونشوف. الثاني يخص نمبر اوف الوورد. الثالث number of الكاركتر، والرابع يعطيني اسم التكست فايل اللي يعني خليته. خلي اسوي تكست فايل. احنا تعلمنا شنو اسلوبنا في كتابة تكست فايل، عندنا اكثر من طريقة. قد نستخدم النانو، انا راح استخدم اليوم كات مثلا r1.txt، راح اكتب هنا أنا مثلا نجف كوفة. طبعا هذا راح اسوي بعد واحد لان راح نحتاجه. University Computer Science Quantum Control Close. لو اريد استعرضهن كات بهاي الطريقة واكتب اسم التكست فايل txt وأعطي إنتر، لاحظ إنه استعرض لي الداتا الموجودة في التكست فايل اللي اسمه M1. لو أريد أسوي إحصائية على هذا التكست فايل، فأكتب word count أو أشوف شنو معلوماته. minus l.txt، سوري مو minus l، يعني اسم التكست فايل، راح يقول لي إنه عندك، قلنا راح تظهر لنا، إحنا هنا حكينا راح تظهر لنا by default أربع columns. يعني أربع columns، وكل واحد يمثل لي شيء. مثلا يمكن الأول عدد اللاين، number of اللاين، نعم أول columns هنا يمثل لي number of اللاين، كم لاين عندي. هنا يمثل لي عدد الword، عندي كلمتين فهنا اثنين، وهنا طول أطول لاين موجود في الألوان، وهنا اسم التكست فايل. سوري هنا يعني عدد الكاركتر، عدد الكاركتر الموجود في التكست فايل اللي اسمه l1.txt. لو بدنا نطبق هالموضوع مع التكست فايل الثاني اسمه 2، راح يظهر لي انه عندك 2 لاين، عندك 3 كلمات، وعندك عدد الكاركتر 29، وهذا اسم الفايل. طيب لو اريد اطبق هالموضوع، يعني انا ما اجي تكست فايل واحد واحد يعني اكتبه حتى اعرف بياناته، اريد كل هالموضوع اختصر في عدد واحد، فاكتب وورد كاونت وانطي اسم الملف l1.txt وسبيس l2.txt. يعني اذا عندي اكثر من تكست فايل اكتب الإعاز وبعدين اكتب اسماء تلك الفايلات. فهنا راح يظهر لي اول واحد لاول واحد، يعني اول صف خاص بالتكست فايل الاول، وثاني صف خاص بالتكست فايل الثاني، وهنا راح يظهر لي كولوم او صف اضافي يظهر لي التوتال. يعني لاحظ ان عدد اللاينات في كل التكست فايل اربعة، وعدد الكلمات خمسة، ومجموع البايتات هنا 40، بالتالي أظهر لي كولوم إضافي.
هاي حطيناها. رح نعيد الاوبشنات اللي اخذناهن. مثلا احنا عرفنا انه لو نريد نعرف عدد الكلمات نعطي ماينس دبليو واسم الفايل، هناخذ l2.txt. رح يقول لي انه عدد الكلمات اللي عندك في l2 هو هن 3. طيب لو اريد اطبق الموضوع على اكثر من تكست فايل فهنكتبه هنا يعني. فايضا اكتب الاوبشن واكتب اسم التكست فايل .txt واعطي انتر. مثل ما تلاحظون انه اول واحد يعني اول صف هو خاص باول تكست فايل كتبته، فعدد كلمات ال L2 هن 3 وعدد كلمات ال L1 هن 2 وايضا ظهر لي التوتال. لو اريد اطبق واشوف عدد اللاينات، عرفنا ان عدد اللاينات هو ماينس R، يظهر عدد اللاينات في اي تكست فايل نستخدم الاوبشن اللي اسمه ماينس R، فهنا نعطي انتر. وايضا تلاحظون انه في كل التكست فايل احنا كتبنا فقط لاينات 2، فظهر يقول لي في ال L2 عدت 2 لاينات وال L1 عدت ايضا 2 لاينات. لو اريد اخذ الاوبشن اللي هو ماينس C، هنا ايضا ظهر لي عدد الكاركتر او عدد البايات الموجوده، عدد الكاركتر الموجوده في ال L1 وفي ال L2. السي هو count of byte والام هو count of character، فأني هسه هنا بالماينس سي أظهرت عدد البايتات، وإذا أريد أظهر عدد الكاركتر أقول له ماينس ام l2.txt و l1.txt، هنا أظهر لي عدد الكاركتر. ماينس كابيتال ال نستخدمها في اظهار طول اطول لاين، يعني مثلا لو كتبت ماينس ال اف 2.txt راح يظهر لي سوري ال 2، راح يظهر لي انه طول اطول لاين هو 16 كاركتر، مكون من 16 كاركتر او 16 بايت، واللي كان هو كمبيوتر ساينس، عبارة كمبيوتر ساينس في ال L2 هي أطول لاين موجود. لو أريد أطبق هذا الإعاز أيضا على تو فايلات، على اثنين فايلات، فبنفس الأسلوب أسلوبنا المعتاد إنه نكتب الكوماند لاين بعدين نكتب الأوبشن بعدين نضغط سبيس ونكتب التكست فايل نيمز. عندي L1.txt فايضا ظهر لي يقول لي تكست اطول لاين في ال L2 هو 16 وفي ال L1 5، والتوتال راح يقول لي عدد يعني اطول لاين موجود في ضمن التكست فايلات الاثنين. ايضا عندي اوبشن اخر مع الوورد كاونت نستخدمه لاظهار المعلومات الخاصه بهذا الاعاز، يعني شو وقت اصدر، هو من يا فيرجن وهالامور. فحتى اعرف فيرجن الوورد كاونت اعطي وورد كاونت ماينس ماينس فيرجن فيرجن، اعطي عباره فيرجن وانطي انتر. لاحظ انه ظهرت لي الداتا او المعلومات الخاصه بالوورد كاونت، انه مثلا اي فيرجن، شو وقت اصدر وهالامور. فاذا نقدر نستخدم ماينس ماينس فيرجن، تندبون هنا عندي تو ماينس حتى اظهر المعلومات الخاصه بالوورد كاونت. application of word count. كنا نعرف انه حتى نستعرض الداتا الخاص او المعلومات او سوري البيانات الموجوده في اي دايركتوري استخدم ls، يعني مثلا انا عندي هنا ls اظهر لي الدايركتوري مالتي شنو بيه من فولدر وتكست فايل.
عندي word count أيضا أقدر أستخدمها لنفس الغرض. طبعا إذا بدي أصير more specific أكتب ls مثلا أشوف هاي مثلا folder الكوفة شنو بي من text file، فأعطي ls كوفة راح يقول لي إنه ls كوفة بيهن هاي المعلومات أو بيهن هاي الفايلات اللي هن 3 text file وواحد folder. هسه اريد استخدم يعني ما اريد تعطيني اسمائهن، يعني انا هسه هنا صحيح مستخدم كتبت ls كوفة اظهرت لي اسماء تكست فايل، بس لو نفرض انا عندي 100 فايل موجود في الكوفة انا ما اريد اسمائهن، اريد فقط عددهن، فش اكتب ls كوفة واعطي هاي العلامة اللي انا عندي هسه شفت وحرف الذال، فتشوفوا شنو حاسباتكم، انا عندي هذا المختصر شفت وحرف الذال، ونكتب بقيه الايعاز اللي هو word count minus of word count minus of يقول لي انه عدد الفايلات الموجوده في الفولدر اللي اسمه كوفه هن 4، هذا بالفعل هذا عندي 1 وهنا 2 و3 و4، بالتالي أنا استخدمت الـ word count مع الـ ls لإظهار ذلك العدد. أيضا عندي option آخر أو إعاز آخر استخدمه وهو الـ cat. طبعا أنا هسه لو أريد مثلا أظهر عدد الكلمات الموجودة في الملف اللي اسمه l2.txt راح يقول لي عدد الكلمات 3 في هذا التكست فايل، يعني ظهر لي صف واحد باثنين أعمدة. أيضا أنا ما يظهر لي اسم التكست فايل، أريد فقط يظهر لي عدد الكلمات، فأستخدم الأوبشن اللي اسمه cat. أوبشن الكات أكتبه بطريقتين، أما بهذه الطريقة أنطي يعني word count لهذا التكست فايل وهاي العلامة وكات، أو أكتبه بهاي الطريقة. راح نجرب الطريقتين ونشوف word count minus w l2.txt هاي العلامة وأنطي كات و c1، بس نتأكد من minus c1 minus c1 minus c1. نلاحظ هنا انه ظهر لي او قطع لهذا الاوتبوت وحذف لي الاسم و او يعني وخر الاسم وظهر لي فقط العدد. ايضا الاسلوب الاخر نكتب هاي الطريقة. بعض الطلاب رادوا من عندي رابط التيرمينال الفري او الاونلاين الموجودة حتى يطبقون بها الكوماند لاند الخاصة بالاوبن تو. طبعا نكتب هنا في الجوجل او في السيرش نكتب تيرمينال اونلاين، نكتب اوبن تو لينكس وات ايفر، هذا الموقع انا شفته يعني شغال ويعني بيفد يعني التيرمينال جاهزة او سلسة. هنا راح اخذ تيرمينال واقول له رن تيرمينال ناو، راح اقول له ويلكم تو، يعني نغير كان عن البروجكت واغير على الويلكم، وهنا راح نشوف انه انا مسويه قبل يعني 2 سويت تيست عليهم وشفتهم شغالات، فاقول له نيو، راح اختار هنا لينكس تيرمينال لان هالموقع مو بس لينكس، باكثر يعني اكثر من نافذه لتطبيق لغات برمجيه اخرى او تطبيقات اخرى، فاقول له لينكس تيرمينال وخلاص ظهرت لي هنا لينكس. في مثلا محاضرتنا اليوم كنا سوينا فايل جديد كات مثلا كوفا دوت تي اكس تي، واعطي انتر واكتب بي اي شيء، يعني نفس اللي تقدرون تطبقون محاضرة اليوم كلوز. أقدر أستعرض بياناته cat كوفة to.txt،
ظهرت لي هاي النصوص اللي أنا سيفتها في هذا الملف النصي. هسه مثلا أطبق عليها word count، أقول له word count minus word واسم التكست فايل، راح يظهر لي عدد الكلمات الموجودة في هذا الملف النصي. يعني هنا قدرت أنفذ يعني بعض العبارات أو البرمجية اللي أخذناها في الأوبنتو واللي بعضكم ما قدر يطبقهن. إن شاء الله تكون تستفادون من عندها. يعني هل هاي الترمينال الجاهزة تساعدكم في تنفيذ أغلب الكوماند لاند اللي أخذتوها؟ لهنا تكون خلصت محاضرتنا اليوم.